السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي أداة خاصة بالذكاء الاصطناعي للتخطيط العمراني، وهي من شركة ألفابت، بحيث إنها تساعد في التنسيق الحضري، وهي معتمدة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والسنسور، بحيث إن التصميم بتاعنا يكون أكثر كفاءة، بحيث إنها تدير السيستم أثناء الزحمة والضغط بتاع المرور. فده مهم جدا للديفلوبر وللسيتي بلانر وللبيلدر، البيلدينج اوبريتور اللي هو المشغل بتاع المبنى. الهدف اللي هو كفاءة الطاقة والراحة والسلامة، وفي نفس الوقت تقليل التكلفة. بيبقى فيه تقنيات استشعار بحيث انها توفر بيانات حول أنماط حركة المرور وجودة الهواء ومستويات الضوضاء. لو احنا جينا نبص على البرودكت اللي هو بتاع سايد ووك لابس، هنلاقي ان في ثلاث حاجات أساسية. بحيث ان هو يبدأ يساعد في تحسين الحياة للمدن وتقليل استهلاك الطاقة. فبيدرس لك المكان، اللي يقول لك السان اور، الساعات اللي هتبقى الشمس والامكانيات المشي، وممكن يبقى عندك معلومات في الوقت الحقيقي، وتقدر تعمل شات مع البرنامج وتقول له مثلا الديزاين ده ايه رايك فيه، فلو في اي كومنتات على الديزاين يقول لك عليها. ودي بعض الحالات. بيلدينج كنترول في مرحلة بقى التشغيل، بحيث ان احنا نقدر نوفر التكلفة بتاعة المبنى، تكلفة تشغيل المبنى.